السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نهاركم سعيد، يا رب تكونوا كلكم بألف خير. طمنوني عليكم وعلى أخباركم وعملتوا إيه الفترة اللي فاتت. أخيرا رجعنا ورجعنا بأوردرات شي إن أو بصوا، عموما أنا بفرح جدا بالحاجة اللي هي بجيبها وبتعجبني، فبحب دايما إن أنا أشاركها مع الناس لعل أن حد يستفيد من الحاجة. بصوا، أنا كنت طالبة شوية حاجات كده بقى، طبعا كنت محتاجاها، من ضمنها اللي هي البوكس بتاعت كريم الهاند دي. يعني بصراحة يعني هي المفروض ان هي تطلع جيفت، هوزعها كده في توزيعات. دي بقى اللي هي بجد طلعت تحفة جدا وفاق توقعاتي، كنت فاكرة اني اصغر من كده بس طلع حجمها جميل. هي اير فريشنر، معطر جو، او اللي هو جهاز معطر جو يعني، وبتدي شكل الدفاية كده، فهتطلع كيوت ان شاء الله، هصورها لكم وهي شغالة. بس بجد الماتيريال بتاعتها طلعت يعني غير ما كنت متوقعة تماما، كنت مقلقة منها بس طلعت حلوة جدا جدا. كنت طالبة بقى كمان شوية حاجات تانية، لبس البنتي وكده. بصوا، ده كفر للإيربودز بتاعتي لأن اتبهدلت واتدمرت تماما بجد. يعني أنا ندمت جدا إن أنا ما جبت لهاش كفر من زمان، رميتها في قلب الشنطة كده بصراحة، خليتها اتجرحت واتبهدلت، فجبت دي علشان أحاول أنقذها. ميدالية المفاتيح دي كمان كانت عاجباني جدا، طبعا بتعبر عني وبتمثل شخصيتي كمدرسة فنون. أي حاجة فيها كده ليها علاقة بالفنون بصراحة بحبها جدا. دي بقى كانت ساعة أطفال طلبتها لبنتي، طلعت كيوت جدا جدا وشكلها أحلى بكتير من الويب سايت بصراحة. والنضارة دي كمان شكلها كوكو قوي، عجبتني جدا فجبتها لها. دول بقى اللي اتصدمت فيهم تماما. بصوا، هما البوكس كله قد حجم ايدي تقريبا. دي اللي هي البابل باس، طلعت يعني بصراحة صدمة بالنسبة لي. اللايف جاكيت ده كمان من فترة كنت بدور عليه هنا، ما كنتش عارفة الاقيه في اي مكان بصراحة، او يمكن في مكان بس بعيد عني ما اعرفش. المهم لقيته فجبته كده علشان لما نروح اي يوم للبحر. بصراحة البحر وحشني جدا جدا، وحرفيا يمكن قضيت الاجازة كلها في مصر ما روحتش غير يوم واحد. الفازة دي كمان مش أول مرة أطلب من نفس الماتيريال فجبتها. التوك دي بقى اللي طلعت ترند جدا بصراحة، فكرتني بأيام زمان أنا طلبتها عشان كده. بس كنت عايزة كمان أجيب كفر باسبور لجواز السفر بتاع بنتي فطلبته لها. دي بقى سماعات بلوتوث وبتعمل اللي هي الإضاءات اللي هي إيه، الوارم والوايت واللي هي الميكس يعني. هي كمان بصراحة كانت عجباني من فترة، وأوردي أنا كنت محتاجة سبيكر يعني. بصوا بقى، الكفر ده برضو طبعا بيمثلني جدا جدا. دي كمان اللي هي حافظة كروت، طلبت جبتها بصراحة لطيفة، ولأنه طبعا حافظة الكروت بتاعتي القديمة بنتي قطعتها. دول سندات كده لسلوك الأجهزة الكهربائية، جربتهم مرة. الدبوس ده كان عندي منه برضو، حد أخده مني. دي كنت جايباها كأنها كفر كده للسمارت ووتش بتاعتي، بس للأسف طلعت مش نفس السمارت بتاعتي. دول بقى اللي هي الشموع دي كمان بصراحة، يعني أنا إن شاء الله هصورها لكم برضو، بس بجد هي كيوت جدا وحاجة خطيرة يعني. الصندل ده بجد تحفة بصراحة، يعني أغلب اللبس اللي أنا جايباه لبنتي الحمد لله طلع كله حلو، بس للأسف في منه حاجتين طلعوا صغيرين عليها، فهديهم لبنت اختي، هي حامل في بنت ان شاء الله هتجيب بنت. كوبايات شي ان او اي حاجة ليها علاقة بالكوفي عندهم بصراحة دايما بتبهرني، مش اول مرة اطلب منهم حاجة من الكوبايات الزجاج او اللي هي الفناجين، وتطلع كيوت كيوت جدا في الواقع، بيبقوا احلى من الصور كمان بكتير بكتير يعني. بصراحة انا بحس انه يعني موقع شي ان بالنسبة لي بصراحة بيفيدني وبينفعني كتير جدا في حاجات كتير ببقى مش عارفة الاقيها في بعض الاماكن هنا، واحيانا بلاقيها بس بلاقيها بسعر اوفر يعني مبالغ فيه جدا زيادة عن اللازم. ده بقى كوليكشن الخريف، علشان عايزة احاول الحق، طبعا اتأخرت جدا بس عايزة احاول الحق اعمل تغيير شوية كده علشان يغير معانا من المود بصراحة. فكل حاجة الخريف دي هصور لكم بيها فيديو منفصل، لانه الفترة اللي فاتت بجد من بعد ما رجعت من الاجازة كنا كلنا تعبانين جدا جدا جدا، فانا حاسة انه التغيير ده هيغير من طاقة البيت يعني معانا. دي برضو من الحاجات اللي انا جايباها لبنتي،
بجد طلعت كمان كيوت قوي وكوكو جدا، والماتيريال بتاعتها تحفة بجد. في حاجة كمان أنا جبتها واتصدمت فيها جدا في الطلبية، في مكنسة لاسلكية كده اللي هي المفروض بتاعة السيارة أو بتاعة الأماكن الصغيرة في البيت أو الضيقة، بس أنا مكنتش متخيلة إن هي صغيرة قوي للدرجة دي، يعني تعتبر برضو ما يقارب حجم الإيد زي ما انتوا شايفين كده. بص البوكس أنا ماسكاه بإيدي وباين جدا زي ما انتوا شايفين كده. ما شاء الله. عايزة أقول لكم بقى كمان، تدعولنا دعوة حلوة كده، ادعولي دعوة حلوة بجد من قلبكم، علشان بجد الفترة اللي فاتت كان فيها كمية إرهاق وتعب غير عادي، وبجد حقيقي يعني لسه بحاول إن أنا أتعافى من كمية التعب اللي حصلت لي الفترة اللي فاتت. مش هنسى إن أنا أقولكوا إنه أي حاجة محتاجينها من الحاجات عجبتكم ومحتاجين الكود بتاعها، اكتبولي بس في التعليقات القطع اللي انتم محتاجين الكود بتاعها، هحط لكم الكود في التعليقات. و يعني لو عندكم اي اقتراح او اي فكرة ممكن تكتبولي كلمة يعني فيها تشجيع كده او فيها دعوة حلوة في التعليقات كمان، هفرح جدا جدا بجد لما بلاقي حد بيسأل على حاجة، بحس انه فعلا الحاجة اللي انا يعني قدمتها حاجة فعلا مفيدة، لما بلاقي حد بيسأل بحس انه استفاد فعلا. فأتمنى انه دايما دايما ربنا يقدرني ان انا احط لكم حاجة تستفيدوا منها، او ان انا اصور لكم فيديو وانزل لكم فيديو عن حاجة فعلا تنفعكم او تستفيدوا منها. ربنا يجعلنا كلنا يا رب نافعين كده لبعض، ومستنية منكم كلمة حلوة، مستنية منكم دفعة تشجيع كده وطاقة، لان في كمية حاجات انا مصوراها وعايزة انزلها، بس احيانا مع التعب والارهاق وانه عندي طفلة ففي وقت كتير ما بلحقش ان انا اعمل مونتاج على الفيديوهات، او ان انا الحق ان انا حتى اسجل الفويس اوفر وانزل لكم الفيديو. بس ان شاء الله الفترة اللي جاية نشجع بعض كده، و يعني هنزل لكم حاجات جميلة ان شاء الله. وكمان زي ما انتوا عارفين رمضان قرب خلاص، انا مش متخيله بجد والله يعني انه ازاي السنه جريت بسرعه جدا جدا، وخلاص رمضان مقرب، والمفروض ان احنا في اقرب وقت ممكن هنبتدي ان احنا نحضر لرمضان. وتقريبا دي اول سنه من سنين كتير جدا جدا رمضان هيبقى جاي يعتبر في نهايه الشتاء، فيا رب يا رب كده ربنا يبلغنا ويبلغكم رمضان واحنا كلنا بألف خير، وينصر أهلنا المستضعفين في فلسطين يا رب كده، ويفك كربهم ويدخل عليهم رمضان السنة دي وهم إن شاء الله منصورين، ربنا معاهم يا رب كده ويفك كربهم ويزيح عنهم وعننا الغمة دي، لأن كلنا فعلا نفسيا يعني تعبنا جدا من التعب اللي احنا شايفينه هم فيه. ربنا يقويهم يا رب، واشوفكم على خير المرة اللي جاية ان شاء الله، في ممكن يكون فيديو الخريف ان شاء الله. بس مع السلامة، باي باي، خلي بالكم من نفسكم ودعولي دعوة حلوة، وما تنسوش تدعولي دعوة حلوة. يلا اشوفكم على خير، باي باي.